السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم. يسعدني أن يجدد اللقاء، والنهاردة حصة من حصص فرع علم الاجتماع. بنستكمل مع بعض دروسنا، وزي ما كنا بنقول ختامها مسك. النهاردة إن شاء الله بإذن الله بنختم سلسلة الدروس والشرح بتاعتنا، ولكن في نفس الوقت بنفتح سلسلة روعة وجديدة، وهي سلسلة مراجعاتنا وأسئلتنا وتدريبنا إزاي نجاوب السؤال الاختيار المتعدد، وإزاي إن شاء الله نتدرب أكتر على السؤال المقالي، وإيه صياغات اللي ممكن تجيلي في الامتحان. النهاردة زي ما بقول لكم إحنا في آخر درس عندنا في فرع علم الاجتماع، وهو بعنوان التطرف. طبعا أنا عارفة إن كان ده تنويه، بس حابة أنبه إليه. كان الدرس الأول اسمه التطرف والعنف، ولكن من ضمن الحاجات اللي كانت نزلت من كام سنة محذوفات هي إن تم حذف كلمة العنف وتم حذف تعريف العنف. يبقى الدرس بيتكلم عن إيه النهاردة؟ بيتكلم عن التطرف، ودي صفة ودي سمة ودي حالة نحن نرفضها تماما، وإن شاء الله من خلال درسنا هنتعرف يعني إيه الشخص المتطرف، مستويات التطرف، هنتعرف على إيه هي الأسباب اللي قد تدفع الشباب للتطرف، سواء أسباب ذاتية أو شخصية أم أسباب اجتماعية. وفي النهاية هنقول مع بعض مجموعة من الحلول لمشكلة التطرف، ومنتظرة منكم زي كل مرة ما بنتواصل مع بعض إن انتوا تبعتولنا على الشات إيه هي حلول الأخرى لعملية التطرف. خلونا نتعرف الأول ونشوف مقدمة عن الموضوع. التطرف دي حالة بتنتاب مجموعة من الأفراد داخل المجتمع، ولكنها حالة سلبية، حالة سلبية هدامة بتهدم الإنسان وتهدم المجتمع. التطرف زي ما كنا بنقول بيصغر التاريخ، يصغر يعني يمتلئ يشتمل، وخاصة التاريخ السياسي منه. بمعنى إيه؟ إن الناس اللي كانت في الجانب السياسي تتميز بالتطرف أكتر بكتير من الجوانب الأخرى. التاريخ مليان بناس بتتميز بالتطرف والبعد عن الاعتدال. زي مين؟ قالك ده في ناس أشاعت مجموعة كبيرة من الأفكار زي الشيوعية والفاشية وعديد من المذاهب، واتفقنا إن المذاهب دي بتبعد عن الوسطية والاعتدال، وإنها بتسعى دايما إلى رفض القانون السائد ورفض التعددية في المجتمع. طيب يبقى إحنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن حاجة اسمها التطرف، والتطرف ده في منه أنواع كتيرة، تطرف بقى فكري وتطرف سلوكي وتطرف انفعالي، دي أشكال التطرف ومستوياته. وكمان يا أولاد التطرف هو البعد عن الوسطية أو الاعتدال. يبقى أول سمة أو أول تعريف للتطرف هو البعد عن الوسطية والاعتدال. طيب ورفض القانون ورفض التعددية، أمال أنت عايز إيه؟ هو أنا رأي واحد ماشي عليه، اللي يخالفني ما يستحقش يكون موجود، سواء بقى بتجاهله في الكلام، بتجاهله بقى بالعنف، بتجاهله بالكره. يبقى التطرف هنا أو الشخص المتطرف هنا عادة ما يسعى نحو مجتمع متجانس قائم على عقائد أيديولوجية متصلبة. تعرف يعني إيه؟ بيحب أوي يعيش في مجتمع متصلب الفكر، ما عندوش تجديد، ما عندوش معارضة، ما عندوش حد يقول له لأ ده غلط، هو عايز يفضل على طول الخط هو صح، محدش عارضني، اللي عارضني أشيله خالص. ويسعى لجعل المجتمع يوافق على قمع المعارضة وإخضاعها، وهو بذلك يتميز عن الأشخاص الراديكاليين الذين يقبلون بالتنوع. ده شخص ديكتاتوري يفرض رأيه فقط ويرفض آراء الآخرين، لا يقبل بالتنوع، ولكن الدنيا عنده لا أبيض لا أسود، ما عندوش أي تنوع في الألوان، يؤمن بقوة المنطق وليس بالتعصب. وقد أشار عديد من المفكرين وعلماء الاجتماع إن تلك العقائد الأيديولوجية المتصلبة هي المنبع الرئيسي لظاهرة العنف بشتى أنواعها. من هنا جت بقى فكرة العنف. بص، هو التطرف بيدعو إلى العنف، التطرف والعنف وجهان لعملة واحدة. للأسف في ناس بتتطرف لرأيها، مثلا فيقول لك لأ
هو انا كلامي صح، انت مش هتامن بيه، طيب يروح قايم ضارب الشخص اللي قدامه او ان هو يرتكب جريمه. ليه؟ انا بفرض رايي، انا رايي اللي صح مش مهم الاخرين، انا بفرض فكري، انا بفرض مشاعري. مثلا يبقى في حد في العيله مثلا ايه، بابا مثلا ما بيحبوش، فقول الراجل ده انا ما بحبوش، ما تتكلموش معاه، ما حدش يحبه. طب يا بابا ده انسان والله كويس، بس انت ممكن تكون الموقف اللي حصل ما بينكم بس ده كان سوء فهم، هو رافض لا يصلح ولا حتى كمان يسمح لنا ان احنا نتواصل مع الشخص ده او مع الحد ده. طيب يبقى نستخلص ايه من اللي احنا قلناه؟ ان التطرف بيجعل الافراد يفرضون مجموعه من الافكار السلبيه، زي ايه؟ الافكار الشيوعيه والافكار الفاشيه بتاعت هتلر والمحارق والعذاب اللي هو عمله. ده بيؤدي الى ايه؟ بيخلي الاشخاص دي بتبقى عايزه ايه؟ عايزه مجتمع يبعد عن الوسطيه والاعتدال، عايزه مجتمع متصلب للراي، بيلغوا ويتجاهلوا حكم القانون. امال هم عايزين يعملوا ايه؟ اللي في دماغنا هو اللي صح. يبقى من هنا اقدر اعرف التطرف واقول ان التطرف هو يقصد بالتطرف الفكري، ده اول نوع من انواع التطرف، هو الفكر المتشدد الذي يبتعد عن الاعتدال والوسطية. فكر، يبقى الفكر، المهارات، البعد بالمعرفة، العمليات، متشددة، مالها بتبتعد عن الاعتدال والوسطية. والسماحة، يعني ايه السماحة؟ ما عندوش قدرة على التسامح مع الآخرين. لا، ده حتى أي أمور حياتية بتحدث ما بين الفرد ده وما بين الآخرين ما عندوش قدرة إنه يتسامح فيها. كل ده احنا بنتكلم عن الشخص المتطرف فكريا، وما يترتب على ذلك من سلوك عنيف بين بعض البشر يأخذ مظاهر وأشكال متعددة. ياه، ده ايه ده بقى؟ قالك بيترتب على ده إن بيحدث سلوك عنف، السلوك ده بيسبب ضرر للآخرين. طيب ايه هي اسباب بقى، الاسباب اللي بتكمن ورا العنف اللي ناتج دوت؟ قد تكون اسباب اجتماعية، انا بكرهك عشان حاسس ان في تفاوت طبقي بيني وبينك فانا متعصب بقى المكاني، او شخص مثلا شايف ان هو لا انا غني وما ينفعش اعمل مع اي حد تاني. عوامل اقتصادية، عوامل سياسية، عوامل ثقافية، عوامل دينية، كل ده أسباب بتصل بالشخص المتطرف إلى إنهاء أموره باستخدام العنف، وما يصاحبها من تداعيات سلبية على أمن ومستقبل الوطن. يعني إيه؟ يعني ده مش بيأثر على الإنسان لوحده، أمال إيه؟ لا، ده الشخص المتعصب ده بيأثر على المجتمع ككل. ده بيؤدي، أنا عايز أسألك سؤال، لما يظهر عندي واحد واثنين وثلاثة متعصبين ويرتكبوا جرائم في حق آخرين تانيين رفضوا فكرهم، يبقى أنا عملت إيه؟ ده أنا بهدد استقرار الدولة وأمانها، ده أنا بهدد مستقبل الوطن، بهدد مستقبل الوطن. طيب تعالوا بقى نستخلص كمان تعريف تاني للشخص المتطرف، هي حالة من التعصب للرأي تعصبا لا يعترف معه بوجود الآخرين. يبقى ده احنا نفس الكلام، متشدد في فكره، متعصب لرأيه، متزمت لمعارفه وأفكاره، كل ده الشخص المتطرف. وجمود الشخص جمودا لا يسمح برؤية واضحة لمصالح غيره، أنا بس، هو شايف نفسه فقط لا غير، لا بيدور على حد تاني، لا بيسعى ان هو يشوف مصلحة الاخرين، ما بتفرقش معاه، ما بتهمهوش، امال ايه اللي بيهمه؟ هو نفسه فقط، ولا مراعاة لظروف العصر. زي مثلا ما في اشخاص بره هم متشددين لفكرهم، لارائهم، اشخاص مثلا لا هي دي الموضة فانا هعمل كده، ناس تانية متعصبة في مثلا المتطرف. على فكره في حتى الرياضه فيها تطرف وتعصب، بيصل الى حد ان في ناس بتموت بعض. يعني مره سمعت ان في دوله اجنبيه وصل بيهم الحال وهم بيشجعوا كده، ان هم التعصب وصلهم بيه الى الايذاء البدني للاخرين.
ولا يفتح نافذة للحوار مع الآخرين. ما عندوش استعداد إن أنت تناقشه في حاجة، ما عندوش استعداد إن أنت تعارضه. بالعكس، أنت لما بتروح وتعارضه في حاجة، هو بيعتبرك إن أنت شخص ما بتفهمش، جاهل، ومن حقه إنه يتصرف معاك، حقه إن هو يأذيك عشان أنت بتأذيه. وموازنة ما عندهم بما عندهم، ما بيعملش بالانس. يعني إيه؟ ما بيشوفش إيه اللي عندك وإيه اللي عنده ويصحح لو في حاجة غلط، يقنعك بالفكرة. هو حتى مش عايز يقنعك، هو بيقول كذا أنت تمشي وخلاص، تغمض عينك وتمشي وراه. كما يعني مفهوم التطرف الغلظة في التعامل. يعني إيه بقى؟ شخص كل ما تيجي تكلمه تقول يا بابا ده الراجل ده غليظ قوي، ده الراجل ده صعب قوي، ده وشه ما بيضحكش، ده طول ما هو قاعد عمال يقول ويقول. في ناس عندها غلظة مثلا في الدين، يقول لك هتروح النار. يا عم طب فرحني بالجنة، بعد كده خوفني من النار. مش أول ما تقعد كده تدعوني لحاجة تروح مخوفني من كل حاجة، تخليني أقفل، لا عايز ده ولا عايز ده ولا عايز ده. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحبب الناس في الدين. كان كل رسول دعي أو نزل في فترة، كان دايما مهمته أول حاجة إنه يحبب الناس في الدين وعبادة ربنا. مش تيجي أنت ترهبهم تقول لهم هتخشوا النار وهتروحوا. عنده خشونة في الأسلوب. بص مثلا للطفل كده بنظرات او بولاده، مش حنان عليهم، انت ما عملتش كذا ليه؟ ويضربهم. انا قلت يبقى انت تطعني، انت تعمل ايه يا عم؟ في ايه؟ ندعوهم بالتي هي احسن، اتعامل بالراحه، طبطب عليهم هيفهموا. والفظاظه في الدعوه، حتى ما زي ما بقول لك بيجي يدعو حد لحاجه معينه او سلوك يعمله، بيتكلم بغلظه وفظاظه، بيخلي الناس تكره الحاجه اللي انت بتدعوها تدعوه اليها. استخدم مصطلح التطرف للإشارة إلى، يبقى دي سمات الشخص المتطرف خارج عن القواعد الفكرية. خلي بالك، أنا ممكن أجيب لك سؤال تعريف للشخص المتطرف مثلا، أو وصف، وأقول لك إيه؟ إيه بتشير العبارة السابقة لأحد صفات أو سمات الشخص المتطرف. هجيبها منين بقى؟ أهو، خارج عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير. يبقى أول حاجة الراجل ده بيخرج عن قواعد المجتمع، معايير المجتمع، قيم المجتمع. الأساليب السلوكية الشائعة في المجتمع معبرا عنه بالعزلة، يتسم بالعزلة الاجتماعية السلبية أو الانسحاب. كل دي صفات للشخص المتطرف. يتبنى قيم ومعايير مختلفة قد تصل في الدفاع عنها إلى الاتجاه نحو العنف، وقد يكون العنف فردي أو جماعي. منظم بشبه هدف إحداث التغيير في المجتمع وفرض الرأي. كما يوصف المتطرف بأنه ذات أسلوب مغلق في التفكير. يعني إيه؟ عارف كده واحد قافل باب، قافل كل حاجة، وقاعد جوه غرفة مظلمة ما فيهاش حتى شمعة، مفيش بصيص أمل إن أنت تقنعه بأي فكرة. يتسم بعدم القدرة الفرد على تقبل أي أفكار من قبل الآخرين خالص. قافل الباب، مش مخلي حتى خرم الباب سده، مش مخلي اي بصيص نور يدخل لعقله. تختلف عن افكاره، يبقى هو بيرفض اي افكار تختلف عن افكاره او افكار الجماعه التي ينتمي اليها، او هو مقتنع بفكر ناس معينين او جماعه معينه فبيرفض. زي يا اولاد الناس اللي هم بيبقوا الارهابيين والكلام ده كله، ما هم ايه؟ هم ناس متطرفين فكريا، بيغذوا الأفكار بتاعتهم. يعني اللي بيسيطر عليهم وبيمشيهم بيفضل يغذي الأفكار بتاعتهم، ويخليهم بقى يتصرفوا من جانب إيه، يشتغل على جانب الانفعال، يخلي يكره. ده ساعات بيوصل بيهم إن هم يموتوا أبنائهم بتاع ليه؟ عشان خالفوهم في الرأي، فيزرع جواه الكره الكره الكره، فيدفعه فيروح يعمل سلوك بقى العنف والقهر، ويستخدم الغلظة مع الآخرين لو إيه ما أمنوش بأفكاره. زي ما قلنا مع بعض ان التطرف ليه 3 مستويات. اول مستوى اسمه المستوى المعرفي، واحنا اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم عن التعريفات دلوقتي وهنوضحه اكتر. ومستوى وجداني، وده اللي بيمس زي ما قلنا حب وكره ومشاعر الفرد. وكمان عندنا تطرف سلوكي، وده بقى السلوكيات والاستجابات والانشطه اللي بيقوم بيها الفرد بتدل على تطرف. خلونا نشوف اول حاجه وهو المعرفي. قلنا بيتسم الشخص المتطرف فكريا بانعدام القدرة على التأمل والتفكير.
خلي بالك ان كلمة معرفي بتساوي كلمة عقلي بتساوي كلمة فكري. يبقى اي حاجة فيهم، يعني انا ممكن اجيب لك في البدائل، ها اول مستوى مثلا مش المستوى المعرفي، هقول لك المستوى الفكري المستوى العقلي، يبقى ده ايه؟ ده معرفي. بنقول ان هو بيتسم بانعدام القدرة على التأمل والتفكير واعمال العقل، ما بيشغلش عقله، ما عندوش قدرة على التأمل، ما عندوش قدرة على التفكير بطريقة مبدعة وبناءة. امال هو بيفكر ازاي؟ بطريقة صلبة وحادة، وزي ما بنقول ايه، اتجاه واحد ما فيهوش رايح راجع، هو اتجاه واحد وخلاص على كده. المتطرف وجدانيا، يتسم في المتطرف وجدانيا بشدة الاندفاع، دايما مندفع، والمبالغة والكراهية المطلقة للمخالف في الرأي أو المعارضة الشديدة. أي حد بيخالفه ده أنا ما بحبوش، ده أنا ما برتاحلوش، ده أنا ما بطمنوش، ده إنسان غير سوي، ده ويفضل يقول كده، يحاول يقنع الآخرين إن فعلا الشخص ده شخص سيء، ويسقط عليه الطاقة السلبية الخاصة بيه من كره وغلظة وعدم محبة، ويطلع فيه زي ما بنقول العيوب. ده مين؟ الشخص المتطرف وجدانيا. أما بقى الشخص المتطرف سلوكيا، فده اللي بيعمل زي ما قلنا أنشطة وسلوكيات بتدل على التطرف والكره، وبتتسم دايما سلوكياته بالعنف والإيذاء. يقول بيتسم المتطرف بالاندفاعية دون تعقل، ويميل سلوكه دائما إلى العنف، بيميل سلوكه دائما إلى العنف. طب يا ترى إيه هي الأسباب اللي بتدفع الشباب إلى التطرف في الفكر وممارسة العنف؟ يبقى احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن مقدمة، وضحنا يعني ايه التطرف، عرفنا التطرف او الشخص المتطرف، وقلنا سماته والصفات اللي بيتسم بيها، اتكلمنا كمان عن مستويات التطرف، ودلوقتي بقى هنتكلم عن الاسباب اللي بتخلي الشباب اصلا يحدث لها تطرف في سلوكياتها وبتدفعها لعملية التطرف. بصوا يا شباب، عشان نبقى متفقين، بنية الإنسان الشخصية والنفسية اللي هي العوامل الذاتية بتلعب دور كبير جدا 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 جدا. تربية الإنسان وتنشئته، المجتمع اللي عايش فيه، المحيطين بيه، عوامل التكنولوجية، كل الحاجات دي بتندمج وبتنغرز مع بعض، فبتعمل لي الشخصية المتطرفة. يبقى أي خلل من في الحاجات دي بيؤدي إن الشخص قد يصبح شخصية متطرفة. بمعنى إيه؟ إن شخص تعرض لتربية غير إيجابية، تربية سلبية، تعرض دايما لعنف، لكره، لا يشعر بتقدير ذاته، لا 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 لا، وشخص اتعرض لإهمال أثر على شخصيته، دايما بيبرر مواقفه إن هو بيأذي الآخرين أو بيسقط عليهم، شخص يطلع متطرف. شخص محطوط في صراع طبقي، شخص العوامل التكنولوجية مسيطرة عليه، كل ده قد يدعو إلى عملية التطرف. فبنقول إن من أهم الأسباب وراء نمو التطرف والعنف والإرهاب أن هناك 3 قضايا أخرى يمثلون. يعني أنا عندي 3 مشكلات: تطرف، عنف، إرهاب. ال3 مشكلات دول قدامهم 3 مشكلات بتخص الإنسان، لما الإنسان بيعاني منهم قد يصلوا إلى إيه؟ حدوث تلك المشكلة، ألا وهي الرفض، الإحباط، والتبرير المواجه. الرفض والإحباط والتبرير المواجه، ال3 مشاكل دول بيأثروا على الإنسان. الإنسان لما بيحس إن هو مرفوض، منبوذ، طيب الإنسان لما يتملك منه الإحباط ويقول أنا مش قادر، أنا مش هنفع، أنا مفيش أي حل ليا، والتبرير الموجه إن أنا بجد دايما مبررات خاطئة لسلوكياتي، دي اسمها عوامل ذاتية. في ناس بقى من مصلحتهم إن هم يستغلوا الناس اللي عندها مشاكل دي، ويبدأوا يحطوا دماغهم أفكار معينة عشان يحققوا التانيين أهدافهم وخططهم التخريبية. زي معظم الناس اللي بتشتغل بقى في الإرهاب والقهر والكلام ده كله، بيروحوا يعملوا إيه؟ يستغلوا يعرفوا معلومات وبيانات عن شخص، الشخص دوت، الشخص ده أهله بيعاملوه معاملة وحشة، ده على طول بيهنوه، ده مش حاسس بقيمة نفسه، ده كل ما يجي يشتغل يفشل، هاتوه، ده صيدة سهلة، ده احنا نلعب بقى على أفكاره.
وانت بقى مستفيد ايه مثلا من البلد؟ طب انت مستفيد ايه من اهلك دول؟ ده اهلك دول بيأذوك مش بيعملوا لك، تعالى احنا هنخليك، فيروح ايه بيحسسه بنفسه وان هو شاطر، والناس التانيين دول كانوا بيضعفوا، فأي حاجة هيقولوها له يروح يعملها، اقتل ده، موت ده، إيه بهدل ده، اسرق ده، يروح حامي. ليه؟ عشان يحققوا أهدافهم. يبقى هم أصلا بيعملوا إيه؟ بيتصيدوا الأشخاص اللي عندهم مشاكل في شخصيتهم، سواء بقى زي ما قلنا مشاكل إحباطات، مشاكل في النمو السوي بتاعهم، تبرير موجه، تنشئة اجتماعية خاطئة، كل ده بيأثر على الفرد. بتتسع مظاهر التطرف وبتزداد سواء في الرأي إلى العنف وصولا إلى الإرهاب في السلوك. بيقول لك إن حتى التطرف بتاع الأشخاص دي بيمر بثلاث مراحل. بتبتدي الأول تعصب للرأي، شوية يمارس بقى العنف، أنت ما بتسمعش كلامي، شوية يصل إلى الإرهاب. الإرهاب أكثر من العنف. الإرهاب بقى أنا بضمه، أنا بفجر، أنا بحرق، أنا خلاص ما عنديش قلب أصلا يتعاطف. طيب بيقول لحضرتك بالإضافة للأسباب ديت العوامل المسببة للتطرف ذاتيا، في بعض العوامل كمان نفسية زي ما قلنا، أو بتعود لخاصية الشباب نفسه، تتميز به بنيته النفسية من خصائص وما تؤثر به من تنشئة اجتماعية. لسه كنا بنقوله، كان احنا بنقوله، يبقى اتفقنا إن شخصية الإنسان، تنشئته الاجتماعية، الجماعة اللي عايش فيها وجماعة الأصدقاء وأصدقاء السوء والكلام ده كله، الوسط الاجتماعي اللي بيعيش فيه والضعف والمجتمع، هل بيدعم ثقافة الاستعلاء ورفض الآخر ولا إيه؟ يبقى كل دي أسباب بتدفع الشباب. كل ده إحنا بنتكلم عن الأسباب الذاتية أو النفسية. في بقى مجموعة من التحديات اللي بتواجه الشباب، اللي للأسف بتضع بعض الشباب في خانة بتخليهم يصلوا إلى عملية التطرف. كل دي أسباب، ولكن في منها الاجتماعي وفي منها بقى تأثير الآخرين. اتكلمنا عن الذاتي خلاص، تعالوا نشوف افتقاد الشباب القدوة، هنوضح كل نقطة لوحدها. الجهل وسوء فهم الدين، ضعف ثقة الشباب، ضعف انتماء الشباب لأوطانهم، الإحباط، التفاوت الطبقي، الفراغ الفكري، واستخدام وسائل التطور التكنولوجي. افتقاد الشباب للقدوة، بصوا عشان نبقى متفقين، للأسف مع الانفتاح الزائد، احنا زمان كانت قدوتنا أمنا، أبونا، الرسول الكريم ده أكيد، المدرس بتاعنا. دلوقتي انتوا منفتحين جدا، فتبص تلاقي ايه، طب أنا عايز يبقى معايا فلوس، فأنا قدوتي البلوجر الفلاني، أنا قدوتي، مش لازم نتعلم، مش لازم نعمل، المهم يبقى معانا فلوس. على فكرة الجهل، الجهل ظلام. يعني ايه ظلام؟ يعني بيخلي عقل الانسان مظلم، تفكيره محدود، امكانياته محدودة، في حين في ناس تانية والله متعلمة كويس ومهندسين وده وده محققين نجاحات جميلة جدا. يبقى الشاب لما بيفتقد للقدوة وبيتغيب سواء في البيت او في المدرسة او في الجامعة او في المجتمع، بيحصل ايه؟ ده بيأثر على فكره ومجاله وعمله في المستقبل، فبيجعلهم يبحثوا عن حاجة بعيدة عن إيه؟ تلك المجتمع أو تلك المؤسسات. فسهل التأثير عليهم، تعالى أنا بقى القدوة بتاعتك. آه اللي بيقتل واللي بيخرب واللي بيدمر. أيوه الجهل وسوء الفهم الدين، الجهل وسوء فهم الدين. آه الجهل بيولد أشخاص متعصبين فكريا وذهنيا، فاهمين الدين غلط. آه مرناش حاجة، انا هتجوز 4، الدين يا حبيبي ما هو في شروط وفي دلائل، وربنا قال ان خفتم الا تعدلوا ولن تعدلوا، يعني مهما حاولتوا مش هتعرفوا تعدلوا. اه لا احنا هو كده، هو قال العين بالعين والسن. طب يا حبيبي ما هو العين بالعين، ما هو القانون اللي اذاك بياخد عقابه، ليه احنا نمد ايدينا، ليه احنا نعمل كده؟ لا هو فاهم الدين غلط، فبالتالي بيصدر احكام خاطئة. ضعف ثقة الشباب في كثير من أجهزة الدولة ومؤسساتها. بمعنى إيه؟ يا سيدي إحنا ما فيش تعليم، ده ما فيش شغل، ده ما في ناس محبطة، والله في تعليم وفي مدارس بس أنت مش عايز تسيبوها، أنت بقى ليك وجهة نظر أخرى، دي موضوع تاني، أنت بتنساق ورا القطيع، ده موضوع تالت. آه ضعف انتماء الشباب لأوطانهم، فين الانتماء؟
فين الولاء؟ ده انتوا بتدرسوا مادة روتانية كأنكم بتدرسوا حاجة على قلبكم تقيلة جدا، على الرغم اللي يركز فيها اللي هي فيها كلام صح كتير جدا هيلاقي انها قاعدة أساسية لتحقيق الولاء والانتماء، وانك تعرف بلدك وكفاحها وشعبها وازاي احنا بننادي عشان تقدر تحافظ على حبة التراب اللي انت عايش عليهم، اللي هم بيحتووك، اللي هم بيضموك، اللي هم عايش فيهم في أمان. الإحباط من أهم أسباب التطرف، إن الفرد يتعرض لمجموعة كبيرة من الإحباطات، زي إنه يفشل في دراسة، يفشل في عمل، يفشل في تكوين صداقة، محبة، علاقات اجتماعية، مودة ما بين آخرين بعضهم البعض. التفاوت الطبقي، وده بيحدث بقى نتيجة إن بتبقى فيه سوء في توزيع العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخول، فبيخلي فيه طبقات في المجتمع غنية أوي طبقات فقيرة جدا، فتحصل هنا فجوة. الفجوة دي بتخلي الشباب يشعر بالإحباط، بيتحول لسلوكه سلوك ناقم على المجتمع وعلى المؤسسات. يا عم احنا مش عارفين نعيش، يا عم الناس عايشة واحنا لا، فدايما عنده حقد على الآخر، دايما حاسس بالنقص، حاسس انه مش قادر يلبي احتياجاته او يكفيها، فدايما كاره الآخرين وكاره المجتمع، فده اللي بيزود وبيؤدي الى حدوث سواء التفاوت الطبقي أو حدوث كمان يا ولاد زي ما قلنا عدم الانتماء للمجتمع. الفراغ الفكري، ودي نقطة مهمة جدا، تعال اسأل كده نفسك مجموعة من الأسئلة والمعلومات، مش عارف تجاوب ليه؟ أنا فاضية، أنا فاضي، أنا بلعب ببجي وبلعب معرفش إيه وبتفرج على إيه وبجيب تمثيلية معرفش منين، أنا مليت دماغي حاجات غير مفيدة، ألعاب بتعلمني العنف والكره والقتل أمال إيه؟ فالفراغ الفكري هو مفسدة للشباب. زمان كنا الصيف بتاعنا ما كانش عندنا أنشطة أو أكتيفيتي زي عندكم كده وخروجات كل يوم والتاني هنا ومولات وملاهي وبتاع، لأ على الرغم من محدودية الحياة ولكن كانت حياة طلعت مننا ناس عندها فكر، عندها عقول، عندها. كنا طول الصيف بنقضي الصيف نروح الصبح كان بنعمل اشتراك كده في المكتبات زي مثلا مكتبة البحر الأعظم، مكتبة القاهرة، كنا بنروح الصبح بيعملوا لنا أنشطة، نروح الصبح كان في جنينة في المكتبة يوقفونا نعمل شوية تمارين، كرسي كده كان كنا بناخده في فترة الصيف نعمل تمارين عشان نقوي عضلات جسمنا ونبقى بعد كده ندخل عندنا في قسم يوم مثلا هنقرأ قصص كذا، يوم هنعمل كذا، يوم الست اللي هي المعلمة اللي معانا أو عميدة المكتبة اللي هي عاملة البرنامج هي اللي بتسرد لنا وتقول لنا إيه اللي إحنا اتعلمناه والكلام ده كله. نيجي بعد كده إحنا بكل واحد فينا بيختار حاجة يقرأها ويسردها للآخرين ويقول الحكم اللي اتعلمها منها، وكنا بنتدرب على المسرحيات إن إحنا نعمل مسرحية في الصيف، ويجي بابا وماما وكل بقى اهالينا اللي مشتركين يشجعونا ويعملونا ويكرمونا ونختار موضوع ونقعد نعمل حوار ونعمل بتاع، واللي ما بيعرفش يمثل يغني واللي ما بيعرفش يغني يعمل كذا واللي بيساعد في كذا، كنا بنطلع الموهبة اللي جوانا، مرة نلون، مرة نرسم، مرة نعمل بالصلصال، مرة نعمل بالفخار، اتعلمنا أنشطة، مرة نتعلم كورسات اللي هي بتاعت الكروشيه والكلام ده للبنات كانت جميلة جدا كنا بنتعلمها وطلعت بعرف أعمل حاجات. هو ده مفيش وقت إن دماغي تبقى فاضية، بالعكس اكتسبت معلومات، اكتسبت مهارات، عرفت حاجات كتيرة. فالفراغ الفكري يصبح أرض خصبة لقبول كل فكر هدام ومتطرف، فتولد جذور التطرفية يصعب تعديلها إلا بالعمل الصالح أو العلم النافع. آه ده أنت أرض خصبة، تعالى بقى اللي أنا عايزاها أزرعه عندك، مش أنت أرض فاضية؟ آه نحط بقى فكر تطرفي، تعالى نحط كره، تعالى نحط سلوكيات عنيفة لحد ما بقى عندي شخص متطرف من جميع النواحي. استخدام وسائل التكنولوجيا اللي إحنا لسه كنا بنتكلم عليها والإنترنت دون حسيب أو رقيب، فترات طويلة جدا بتقعدوها على النت، للأسف معلومات مغلوطة بتشوفوها وبتفتكروا ان هي صح وهي غلط، سواء بقى في حياتكم الاجتماعية او الثقافية او الشخصية، حاجات كتيرة جدا. سهل طبعا للناس اللي بتبث الافكار الخاطئة ان هي تدخل لكم من المنفذ ده، اه بقى ما احنا خلاص نلعب بقى مع بعض من كل الدول، اه ما احنا واحد، اه ما احنا ايد في ايد، فاحنا خلاص
لا، فبيكتسبوا خبرات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وقد تكون خبرات سلبية. طيب، قدمنا المشكلة وعرفناها، عرفنا مستوياتها، عرفنا أسبابها، تعالوا بقى نحل. مش احنا اتفقنا لما بنعرف السبب نقدر نجد الحلول؟ يلا أنا بقدم لكم مجموعة من الحلول، في انتظار برضو حلولكم وأفكاركم. التوسل لسبل مواجهة ظاهرة التطرف زي ما اتفقنا لا تأتي فقط من كونها ظاهرة متشبعة وتهدد استقرار الوطن، إلا أنها أيضا تهدد حاضر الوطن ومستقبله. والشباب هم الذين يقعون فريسة سهلة. طب الشباب دول مين؟ ما الشباب دول هم أساس المجتمع، حضراتكم أساس المجتمع، أنتوا اللي هتبنوا المجتمع، أنتوا اللي هتكملوا. كل جيل فينا بيسلم للتاني، مفيش حد هيفضل عايش لآخر العمر، مفيش حد هيفضل هو اللي يبني لوحده والباقي قاعد مستريح. أنتوا اللي هتشيلوا المسؤولية. سنة والتانية زي ما احنا كنا أطفال وشوية شباب وشوية بقينا أمهات وآباء وشلنا المسؤولية، شوية احنا هنختفي وأنتوا اللي هيبقى عليكم الدور. دي بنسلفها لبعض، هي الدنيا كده سلف، بنسلفها لبعض. طيب خلونا نشوف سبل مواجهة التطرف والعنف. قنوات الحوار، الخطاب الديني، المقررات التعليمية، الحرية، كل دي حلول لحل المشكلة أو اقتراحات لحل المشكلة، وهنتكلم برضه عن كل واحدة فيهم لوحدها. الانحراف الأخلاقي، شبهات الغلو، المرجعية الصحيحة، مصدر للفتوى، المؤسسة التربوية، وتنفيذ طاقة الشباب. فتح قنوات حوار، يعني إيه فتح قنوات حوار؟ من حقك تعبر عن رأيك، ما بقولش إن رأيك كله غلط وإنت عندك فراغ وما ينفعش، لأ أنا كده أبقى متطرفة. أمال إيه؟ لأ، عشان كده ابتدت الدولة تاخد اتجاه إنها تعمل منتديات للشباب، تعمل منتديات للشباب، تعمل حوار للشباب يعرضوا فيها أفكارهم، يعرضوا فيها إبداعاتهم، يتكلموا عن نفسهم، يقولوا لنا بيفكروا في إيه، طب شايفين إن إحنا نصلح الدولة إزاي، نعمل إيه. طيب الحوار ده لازم يكون بيتسم بإيه؟ يتسم بالتقبل، روح الأبوة الحنية، الأخوة الراضية، للتعبير عن ما يجيش في عقولهم، يجيش يعني يدور في عقولهم. يبقى إحنا دلوقتي بنفتح لك الطريق علشان حضرتك تحب تشارك معايا، تقول فكرك، تقول انت حابب او شايف ايه. طب ايه عندك افكار ممكن تخلي مجتمعك افضل؟ طب انت شايف مثلا حابين نطور التعليم، على فكرة في ناس اقترحت دخول التكنولوجيا والكلام ده كله، وشباب هم اللي عملوا التطوير في التعليم والكلام ده كله. تجديد الخطاب الديني، مش هينفع اقعد اقول لك ايه هتروح النار وده حرام وده صح وده، لا احنا عايزين بقى نعمل خطاب ديني موجه للشباب بعقولهم، زي اولاد الحملات اللي بتتعمل مثلا عن ان احنا نعرف ازاي نتوضى، ازاي نصلي، في للطفل الصغير في صورة صور، في صورة كرتون، في صورة ابلكيشن بيتحرك قدامه وحاجة جميلة جدا هو بيحبها. هو انا بعمل ايه؟ ده انا بجدد بغير. دلوقتي خلاص انت بتستعد على التكنولوجيا كتير، طب عايز تسأل على حاجة ادخل ادي دار الافتاء اسأل عليها. ان المقررات التعليمية ومادة الدين بالذات تكون فيها عرض لازاي الشخصية المعتدلة السوية، إشاعة جو الحرية وروح النصيحة، حتى لا يجد الشباب نفسه في طرق غير التعبير عن النقد والمعارضة. معالجة صور الانحراف الأخلاقي، إزاي يا ولاد؟ هو الشخص أصلا المنحرف أخلاقيا ده شخص مريض، بيحتاج إن إحنا نعدل سلوكه، نديله نوع من أنواع البالانس، نعالجه، لكن مش نتبرى منه ونقول لا سيبوه ده خلاص مش هينفع نموته ونرتاح منه، لا طبعا. تفنيد شبهات الغلو، يعني ايه تفنيدها؟ تصنيفها. التطرف باسلوب شرعي وروح فكريه على نحو وسطي ومعتدل، من حقك انك تنتقد سواء اسلوب تفكير، فكر سائد، نظام سائد، من حقك. ايجاد مرجعيه صحيحه ومقبوله تنال ثقه الشعب. توحيد مصدر الفتوى في القضايا الكبرى على مستوى الدولة أو المجتمع. يبقى عندي فتوى مصدر واحد بس، مش كل واحد يقول لي حاجة وأنا اتشتت. نشر دراسات وبحوث تتناول شبهات الفكرة الغلو والتطرف، يعني ندرس بقى، نعمل دراسات، نشوف ده حله ايه، اسبابه ايه. طيب ونعمل برامج تساعد الطلاب دول والناس دول على تخطي تلك المشكلة. تدعيم دور المؤسسات التربوية وتحديد أدوارها في مواجهة الأفكار المنحرفة، زي الجامعات، الأسرة، المدرسة، كل واحد دوره إيه. أنصح الآباء والأمهات الطفل العنيف ده نتعامل معاه إزاي عشان ما يتحولش العنف ده لتطرف.
تفريغ طاقة الشباب زي ان شاركهم في الأنشطة الطلابية، وعاملين دلوقتي ما شاء الله دوريات جميلة جدا في المدارس زي دورة الكابيتانو، عاملينها لكرة القدم وبرياضات مختلفة، وعاملين كانوا عاملين دوري للسباحة وكانوا عاملين بطولة وبتاع. ليه؟ فرغ طاقتك، العب، يلا، ما من حقك، هي الحياة مش كلها مذاكرة وبتاع، لا، احنا بنعمل ده وده وده. تدريب الطلاب على الحوار وقبول الآخر والتفكير بناحية إيجابية. كده حبايبي احنا انهينا درسنا، وانهينا كمان دروس مادة علم النفس والاجتماع بتاعتنا، وهنبدأ مع ان شاء الله زي ما اتفقنا مع بعض سلسلة كتيرة من الأسئلة. هنبقى نشوف أسئلة الدرس بتاعنا ونشوف هل احنا فهمنا الدرس واتقناه ولا ايه. يقول دوستو فيتش: أن أساتذة الصراع الفكري يعرفون أن التعامل مع صنم هو أسهل من التعامل مع فكرة. تعكس المقولة السابقة أحد مستويات التطرف، وهو الوجداني، الحسي، السلوكي، المعرفي. طب نقرأ العبارة تاني. بيقول إن أساتذة الصراع الفكري يعرفون أن التعامل مع صنم هو أسهل من التعامل مع فكرة. إن تتعاملي مع صنم حاجة كده جماد أسهل من إنك تتعاملي أو تقنعي شخص بفكرة، وهو شخص الفكرة دي هي دي بس، متوحد الفكرة. طبعا اتفقنا ان فكرة ورأي والكلام ده كله بيتبع الجانب المعرفي او العقل. السؤال التاني يقول عبد العزيز الطريفي: اعظم بلاء العقول اجتماع الجهل والكبر فيها، فتحب العلو فلا تجد فيها ما يرفعها الا اظهار الجهل في صورة العلم. نستنتج من القول السابق احد الاسباب التي تدفع الشباب للتطرف، وهو التفاوت الطبقي، الفراغ الفكري، التطور التكنولوجي، الانحراف العقائدي. ايه رأيك؟ اعظم بلاء العقول اجتماع الجهل والكبر، فتحب العلو فلا تجد فيها الا ما يرفعها الا اظهار الجهل في صورة العلم. ده هنا عقول فاضية فاكرة ان نفسها عندها حاجة، فبتشغل روحها بافكار خاطئة، وده اسمه الفراغ الفكري. السؤال رقم 3 يقول محمد المهدي: إن الشخص المتطرف لا يقبل المناقشة، بل أنه يلغي أي رأي آخر مخالف ولا يسمح لهذا الرأي أن يدخل مجال وعيه، فضلا عن أن يفهمه أو يناقشه أو يتقبله. ده ما بيقبلش، هو متعصب لرأيه. يبقى ما دام متعصب لرأيه هيبقى إيه؟ برافو عليكم، معرفي. سؤال رقم 4 يقول محمد المهدي: أن تتسم العلاقات الاجتماعية المتطرف بالعدوانية والتسلط، وتقف متطرفة غاية الاضطراب حتى مع أقرب المقربين له، وهو دائم الصراع مع من حوله. يفسر الموقف السابق أحد مستويات التطرف، وهو ده مضطرب، علاقاته الاجتماعية سيئة، مش عارف يتعامل مع الآخرين، يعمل معاهم عدوان، يبقى ده جانب سلوكي. يقول هاروكي: أي نوع من الحياة هذه؟ عندما يصل الإنسان ليتعجب من عدم قدرته على التمييز بين يوم أمس ويوم غد. نستنتج من القول السابق أحد الأسباب التي تدفع الشباب للتطرف، وهو الإحباط واليأس، ضعف الانتماء، الفراغ الفكري، افتقاد القوة. إيه رأيك يا شباب؟ ده هنا إيه؟ إيه نوع من الحياة ده اللي بيخلي الإنسان يتعجب، مش قادر يميز ما بين إمبارح لأن عنده حالة من إيه؟ يأس، إحباط، مفيش حاجة بتدفعه إنه يطلع قدام، فهو شايف إن كل يوم زي هو نفس اليوم. تعالوا نشوف الأسئلة المقالية. مجموعة من الأفراد لا ينظرون إلا من نافذة واحدة، وعليها يعيشون فيدفنون كل منابع الماء، لهم إلا نبع واحد، فإذا جف ماتوا ظمأً، فهم يغلب عليهم شعور حماسي نوعي طاغ نحو شيء من دون تبصر. استنتج من مسبق اثنين من مستويات التطرف. لما يقول لك ما ينزلش غير من نافذة واحدة، ده شخص عنده تطرف فكري، عقله مش مفتوح، فهو يغلب عليهم شعور حماسي نوعي طاغي نحو شعور مشاعر وجداني. يبقى هنا الاتنين، هو التطرف الفكري والانفعالي أو التطرف الفكري والوجداني. يعتقد أن أفراد مجتمع معين هم وراء صور الإعاقة لتقدم المجتمع المدني من التطور والمدني، وأنهم لا يصلحون إلا للأعمال الحرفية التي لا تحتاج إلى الذكاء، ولا يمكن الاعتماد عليهم في المهام الكبيرة ذات الطبيعة الذهنية. العبارة دي بتفكرني بأفلاطون وأرسطو لما قسموا المجتمع وقال لك هنا في العلماء والتانيين اللي هم الأعمال المنزلية الخدام، ويقوموا بالأعمال المنزلية وهم أداة وآلة. لأنهم عملوا إيه في المجتمع؟
استخلص من الاعتقاد السابق احد العوامل اللي تؤدي الى التطرف. طبعا هنا العامل ايه؟ هو التفاوت الطبقي، لان انا نظرت ان المجتمع مكون من طبقات، ناس ليها حق انها تفكر وتشتغل، ناس تانية ليس لها حساب في شيء. حبيبي احنا وصلنا لنهاية حصتنا، اتمنى ان انتوا تكونوا استوعبتوا الدرس وفهمتوه، درس جميل، وزي ما بقول لكم ودايما بدعوكم الى الاعتدال والانصاف والبعد عن التطرف او الانحراف. دمتم بألف خير وصحة وسلامة، استودعكم الله، وان شاء الله الحصة القادمة بداية مراجعتنا، مستنيينكم عشان تشاركونا في الاجابات وتعرفوا طريقة الحل. كنت معاكم دكتورة شيماء فهمي، اتمنى لكم المزيد بالنجاح والتفوق، والادارة العامة كمان للمحتوى التعليمي بالمزيد من التفوق والنجاح. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.